thank you very much for coming. ده عاشر ميت اب لاجايل ايجيبت. انا عديتهم على الويب سايت. ده اول ميت اب ليا, وده كمان الحقيقه اول ميت اب تكنيكال. التسعه اللي حصلوا قبل كده كانوا بيتكلموا عن اجايل مانجمنت براكتسز. والحقيقه تي دي دي كمان از براكتس انا شايف ان هو اتظلم جدا في مصر, because it was never introduced properly. اوكي, وهثبت لكم ده بالجرافس واحنا شغالين. ايه رايكم في العنوان The Art of Fearless Programming؟ لفت نظركم؟ الحقيقه العنوان ده مش بتاعي. اوكي, العنوان ده عنوان ارتكل كتبها رون جيفريز مع واحد اكاديميك, اي ثينك 2006 2007 حاجه زي كده, وكانت ببلشد في IEEE software. اوكي, بس العنوان يعني بيشد الناس. اتس نايس, اتس ا فيري نايس ارتكل. I invite you all to read it. بتتكلم عن TDD from actually يعني a semi-academic aspect شوية كده يعني. It's a really nice article. ليه TDD is the art of fearless programming؟ هنتكلم. How can TDD improve your development cycle؟ هنتكلم. وبس. It's a 3 hours session, فإحنا مش هنقدر نعمل كتير. كمان إحنا كلنا programmers, فبالتالي we'll be spending a lot of time على IDE, because I think, أو at least the objectives بتاعتي اللي أتمنى أنها تكون مناسبة ليكوا في السيشن دي, هي أولا إن إحنا نعرف يعني إيه TDD, وثانيا إن إحنا تفيل TDD في الشغل شكله إيه, إزاي TDD changes your cycle, your thought process, your flow وانت شغال, وده يتشاف ما يتحكيش. اوكي, علشان كده احنا هنعمل ده على الاي دي اي, مش هنعمله كلام. Do you like that? اوكي, انا هتحاول اتحرك بسرعه شويه. يوجوالي الكلام ده بياخد مني a day to cover. Alright, بس احنا ما نقدرش نقعد a day, it's a weekend, فيعني الرحمة حلوة. همشي بسرعة شوية وهسيب وقت relatively طويل في الآخر for discussion. Alright, و naturally يعني الdiscussion يعني هبقى عايزكم فيها challenge me. Okay, طلعوا الغلط في الكلام ده. I would very much be interested in يعني a lot of challenging questions. We usually there are a lot of challenging questions في موضوع TDD ده. اوكي, انا اسمي امير جعفر. I am the head of development in EBC. EBC is a company that runs the ATM network. Okay, so you probably use software EBC عملته. Okay, very mission critical kind of stuff. I've been there for a week. Okay, I'm new. حتى لسه my status على LinkedIn I didn't update it yet. قبل كده ويمكن كتير منكم يعرفوا, I've been an agile coach مع ايتيدا for a few years, سنتين وشوية. وقبل كده كنت في الاندستري, يعني أنا كنت في الاندستري ورحت شوية coaching consultation وبعدين رجعت فين معاكم في الاندستري. Right? And I really enjoy getting things done أكتر من الكلام على trying to convince people to get things done. It's nicer that way. Anyway. My contact information. Yani, I'll be happy to stay in contact with you. You can send me invitations on LinkedIn. I'll accept them happily. I'll make the slides available on my Dropbox. Okay. وهبعت لكم اللينك إن شاء الله. وأول ما الإيديتنج يخلص بتاع الفيديو اللي هو بيزيكلي هيبقى مش بس أنا عارف إن أنا مش وسيم كده, هو هيبقى شوية قليلين أنا وشوية كتير the screens. Alright, فا I think it will be useful. Okay, shall we start? ده اللي قالوا لنا how we should program or write code في الجامعة.
قالوا لنا نكتب كود and we compile the code and then we test the code. صح؟ قالوا لنا كده. قلنا اكتب الالجوريثم compile the algorithm وتأكد ان الكمبايلر مش هديك errors and then you should test your code and while testing your code fix bugs. ايه رأيك في السايكل دي؟ straightforward. بس الحقيقة I always felt انها loose. يعني ايه test your code؟ طب بيخلص امتى طيب؟ يعني فين اوله وفين اخره؟ مش باينه قوي. وعلشان كده واحنا في الكليه كان في ناس بتطلع كود كويس وكان في ناس بتطلع كود مش كويس. في ناس متفائله بطبيعتها الهابي باث عدى انا خلصت، وساعات قبل ما يعدي كمان. اوكي ساعات ات سيمز يعدي مره و30 لا سلام ورحمه الله اتفضل. ساعات بيعدي مره و30 لا بس هو عدى في مره فخلاص يعني. وفي ناس تانية اللي هي تقريبا ما بتخلصش، دول الاكستريمز مش كده؟ وفي النص معظمنا كان بيبقى موجود عادة يعني. لكن في ناس أسئلة كتير. مثلا أنا المفروض قاعد أكتب كود قد إيه قبل ما تست؟ واتس يور بيرسونال اكسبيرينس في الموضوع ده؟ المفروض نقعد نكتب كود قد إيه قبل ما نتست؟ هاو لونج؟ شود إت بي 3 أيام؟ 3 ساعات؟ 3 ثواني؟ إيه رأيكم؟ واتس يعني الافرج بتاعك، الحته اللي هي 1 سيجما يمين 1 سيجما شمال على البيلد ديستريبيوشن كيرف بتاعك، الحته دي من كام دقيقه لكام دقيقه او من كام ثانيه لكام ثانيه؟ قولوا لي يا جماعه. المشكله كمان في لو انا بكتب الكود ولسه مش جاهز كومبايل، يعني انا ممكن اكتب كود ومش عامل في حسابي ان انا محتاج اكومبايل بسرعه، فعندي كلاس نصها مكتوب وكلاس ثانيه نصها مكتوب. دي عمليه قلب مفتوح. دي عملية قلب مفتوح على الكود and we all know المريض بيحصل له ايه. اوكي الاخر مثلا ممكن بعد اسبوع ولا حاجة المريض يعني يدخل ICU اللي هي QC مش كده؟ ده ما خلق هو ما قامش، هو دخل دخل عناية المركزة. اوكي what's your personal experience؟ على حسب طبيعة الكود. احنا قلنا بقى البيلد ديستريبيوشن سيجما يمين سيجما شمال، وقول لي حد يقول يا جماعة من ساعة لثلاث ساعات. ربع ساعة. أنا بقيسها على الفانكشن، فكل فانكشن عاملها لازم تست، والفانكشن لازم تبقى صغيرة قوي ما تزيدش عن 10 واحد في كود، فنص ساعة. نص ساعة. 10 ثواني لخمس ساعات. من 10 ثواني لخمس ساعات. أوكي طيب ماشي. Do you agree إن كل ما الفترة قصرت كل ما كان الكود كواليتي أحسن؟ لكن هي في السايكل بتاعتنا دي متسابه للبريفرنس بتاع الديفلوبر. فانا شفت ناس بتقعد بالاسبوع اوكي، وشفت ناس بتقعد ثواني. انا من الناس التانيين دول. اوكي انا اي كومبايل ا جازيليان تايمز ان اور اورايت. وبما ان احنا موافقين ان كل ما الفيدباك لوب بقى قصير كل ما ده اثر بوزيتيفلي على الايه الكواليتي بتاعه الكود بس، ولا هياثر على البرودكتيفيتي كمان؟ هيقلل من الريورك ايفن ذو ان انت بذلت وقت اطول في كومبايلنج، ما انت بتستنى كومبايلر مش كده؟ لكن انت شايف انه ات ويل باي اوف صح ولا غلط؟ عظيم. Would it be nice لو احنا في environment بتخليني ألين أكتر ناحية الشورت فيدباك لوب ولا لأ؟ Does it? Okay. All right. تاني سؤال. How do we find bugs? بنلاقي البجز ازاي؟ بنعمل ايه؟ Test cases. Debugger. عند العميل. We all know ان ده يعني ما بيحصلش طبعا. Yes. بفكر بنون كمبيوتر مايند سيت. بتفكر بنون كمبيوتر مايند سيت؟ اوكي. الديباجر بنستعمله كتير صح؟
انكل باب له كليم لطيف جدا على موضوع الديباجر ده. انكل باب واحد من الثوت ليدرز في الاندستري، الراجل ده نايس جاي، شوفوه في كونفرنسز او اتفرجوا له على فيديوز، يعني هيز اميوزنج كمان. نعم لا، هو اسمه الحقيقي روبرت مارتن، لكن الاندستري مسميه انكل باب. اوكي ليه ما اعرفش الحقيقه. انكل باب عنده كليم بيقول انه the higher your debugging skills the lower your productivity. If your debugging skills are high then your productivity is low. Why? انت بقى ايه عايش مع الديباجر لدرجة انك حفظت كل الشورت كاتس، وهنا بعمل بريك بوينت ازاي، وهنا بعمل مش عارف ايه، وانا مغمض بقى بران وقف انسبكت ستيت، بقيت حريف ديباجر. وانا بقيت حريف ديباجر ليه؟ Because I use the debugger a lot. Why do you use the debugger a lot? علشان انا مش قادر افهم الكود من غير ديباجر. I think ان كلنا موافقين انه انا لو قادر احط الحته دي من الكود في دماغي مش هدخل الديباجر، صح؟ بس انا مش عارف احطها في دماغي فبحتاج معايا الديباجر، which means ان انا مش فاهم السيستم بيبيهيف ازاي، فبستعمل الديباجر كتول عشان يفهمني هو بيشتغل ازاي علشان اقدر اخليه بيهيف زي ما انا عايز، to tame the machine، صح؟ بس this means ان انا بقضي وقت كتير في الديباجر بدل ما اقضي الوقت ده بعمل ايه؟ بكتب كود. يبقى فعلا انا لو بقضي وقت كتير في الديباجر my productivity is low. I'd rather spend that time writing code. صح ولا غلط؟ يعني انا اكبر منكم شويه، مش صغيرين طبعا، حاجه وعشرين سنه. انا I really never يعني liked debuggers بجد، ودايما كان في حاجه ينفع تتعمل من غير ديباجر علشان اتيم ذا ماشين. There is always something as long as ايه، يعني امتى يبقى الديباجر مش مهم قوي كده، يبقى انا محتاجه نادرا، مش هو واحده من التولز اللي دايما على الديسكتوب. ايه الكونديشنز اللي تخليني في الستيت دي؟ ايوه logging is an excellent technique. I used logging a lot. بس logging برضو له drawbacks. Okay. هو I think ان الاجابة اللي يمكن تكون يعني اعمق سنة هو ان الكود لو سهل لدرجة ان انا بعرف احطه في دماغي من غير ما احتاج الديباجر ده يحل الموضوع. مظبوط صح. مش كده؟ لو مش legacy. هنا تقصد ايه بليجاسي؟ تقصد ان هو قديم وخلاص ولا ليجاسي المقصود ان هو فيه العبر؟ مين فيهم؟ الاثنين. لو قديم وخلاص كده يبقى فيه العبر بالنسبه يعني لها. انا اقصد لو قديم بس مكتوب كويس. اوكي؟ مش هيبقى فيه مشكله قوي. بس استعمال الديباجر هيخليني افهمه اسرع. مظبوط، احتمال. مظبوط. يس. تي دي دي is a technique بيخليك تشتغل على الاثنين. Actually مش تي دي دي بس، انت ممكن تعمل لنفسك your own process اللي فيها انت بتشتغل حتة صغيرة بحتة صغيرة، ان يو تيست الحتة الصغيرة دي قبل ما تروح تبني فوقها حتة صغيرة تاني، صح؟ ممكن تعمل ده، لكن still معكش حاجة كده ممسوكة بتقول لك yes I'm doing fine. طيب ايه الحاجة اللي تخليني امسك الكود واقول ان هو it's doing fine؟ ان هو execute، صح؟ وان هو execute ويطلع behavior انا متوقعه، يطلع expected behavior، مش كده؟ صح؟ انا ازاي ممكن execute الكود؟ ازاي بتست؟ بران البروجرام. طب لو الحاجة اللي انت بتكتبها دي object orientation عموما بيخلي الابستراكشنز deep، صح؟ لو الحاجة اللي انت بتكتبها دي بعيد قوي جوه هناك هتضطر تستنى لما يبقى لها ماسكة
الماسكه دي غالبا هتبقى يو اي، مش كده؟ هتمسكه من اليو اي عشان تتستو، مش كده؟ فانا مضطر ان انا استنى لما الحاجه يبقى لها ماسكه عشان اعملها تيستنج. هو ما ينفعش تست باسلوب تاني من غير ما استنى لما الماسكه اللي هناك دي تيجي من اليو اي. اتست الكود وذ كود، صح؟ This is yes. This is the simple idea of testing code with code. انا عندي this code and I want to make sure it behaves properly. I will exercise it with another piece of code. دي حاجة موجودة في ثقافتنا برضو. يقول لك فداوها بالتي كانت هي الداء، صح؟ ولا يفل الحديد إلا الحديد. بالظبط. ما هو يعني برضو الفارماكولوجي، ما هو عندهم الكونسبت ده إلى حد ما. فاكسينيشنز ما هي برضو من يعني من نفس العينة، صح؟ والحقيقة مش دول بس. الاكاونتنج دومين، الناس اللي تعرف اكاونتنج اللي اشتغلت ERP او whatever، زمان كان في مشكلة، الحسابات ما كانتش بتظبط، لحد ما جه واحد بريست في ايطاليا اي ثينك في القرون اللي هي القرن ال 15 او 16 حاجه زي كده، واخترع برينسيبل سموه دبل انتري برينسيبل. واتس ذا دبل انتري برينسيبل في الاكاونتنج؟ اي حاجه لازم تتسجل مرتين، مره في الديبت سايد ومره في الكريدت سايد، اند ذيس تو سايدز شود ايه؟ شود تالي. لو حد فيكم يعني ما اظنش ان في حد عصر الايام دي، زمان قبل البنوك ما تشتغل بالكمبيوترز كان ساعات الناس اللي بتشتغل في البنك ما بتروحش، هما they are not allowed to leave the bank الا لو الحسابات قفلت، يعني the numbers تالي، ففي some error and the numbers do not tally، ما بيروحوش، they don't go home. طبعا الكمبيوترز يعني سهلت حياتهم كتير، بس انا فاكر الايام دي اللي هو حد اتاخر قوي ومروح، وهو مروح ومرهق وتعبان الساعه 9 بالليل علشان الحسابات ما قفلتش. الحسابات ما قفلتش، هما ده اللفظ المصري، لانه the numbers did not tally، total debit side did not tally with total credit side. اوكي، the same idea. The same idea هي idea testing code with code. إن أنا هكتب كود بتست الكود. Alright؟ فهي ما هياش حاجة، يعني هو مش اختراع لهذه الدرجة. لكن الـ value بتاعته في الاندستري ما كانتش باينة قوي في الأول لحد ما الناس لقيتها. يعني إيه test code with code؟ شوفوا الـ example اللي قدامنا على السكرين ده. This is our complex system الفظيع. ميثود بتاد تو نمبرز، تخيلوا يا جماعه ان دي حاجه فيري كومبليكيتد لو سمحتوا يعني. اوكي، هاو كان اي تيست ذس بيس اوف كود؟ اعمل ايه؟ اكول الميثود بنمبرز ذات اي سبلاي واتوقع اي اكسبكت ا ريزلت. لو الريزلت از نوت اكوردنج تو ماي اكسبكتيشنز يبقى التيست فيلد، لو الريزلت اكوردنج تو ماي اكسبكتيشنز يبقى التيست سكسيد. كده ده البرودكشن كود بتاعي، وادي التست. عملت ايه في التست؟ I instantiated الكالكوليتر كلاس، ندهت على add بتو known numbers and I'm checking ان الريزلت هي الحاجه اللي انا متوقعها. لو ده حصل او لو ده ما حصلش هطلع output على السكرين. some بقى tool هتلم الكلام ده، تلم الفيليرز وتقول لي على فكره ايه عندك فيليرز. ده اسمه التست كود. ايه رايكم في الكلام ده؟ It's a nice idea. مش كده؟ والناس actually when they came up with this thing they thought it's a nice idea. They didn't know الامباكت بتاع الكلام ده هيبقى واضح ازاي على السوفت وير اندستري. They thought it's just a nice idea. That's all. بس this nice idea غيرت لك سايكل. This becomes your cycle. Your cycle is you write and compile code, your production code, صح؟ And then you write and compile test code.
صح؟ and then فاكرين كان مكتوب هنا ايه هناك؟ fix bugs. هنا مكتوب ايه؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فرق ضخم. you're a lot more concrete لما بنقول make tests pass صح؟ fix bugs مش كده؟ تخيلوا معايا بقى ان انت عندك سيستم ضخم، بلاش نتكلم في الارقام الحقيقيه بتاعه البرودكشن، بلاش نتكلم في ملايين اللاينز اوف كود، خلينا نتكلم في عشرات الالاف. لو عندك سيستم من عشرات من tens of thousands of lines of code every single piece فيه exercised بتست زي التستس اللي شفناها دي، what does that do to your code؟